السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الجزء الثاني من Lecture 2 Section 2.2. في السكشن ده هنكمل كلامنا عن الـ Basic Concepts in Computer Science، فهنتكلم تحديدا على الـ Algorithms، فيعني إيه Algorithm، الـ Properties بتاعت أي Algorithm، أي Algorithm لازم يبقى ليه 4 Essential Properties، يعني إيه الـ Complexity بتاعت Algorithm معين، و كاتيجوري من الـ Advanced Algorithms احنا ممكن نسميه artificial intelligence. دي مجموعه من advanced algorithms اللي بنشوفها حوالينا في softwares او في applications كتير مختلفه. احنا لسه في lecture 2، ثالث lecture عندنا في الكورس، اوكي. ودي الاجنده بتاعتنا النهارده، في what's an algorithm, the essential properties of an algorithm, the complexity بتاعت ال algorithms والadvancement, the current advancement in algorithms. لو تفتكروا سريعا اللي احنا قلناه في السكشنز المختلفة بتاعت Lecture 1، إن إحنا نقدر نريبريزنت دلوقتي الانبوتس والاوتبوتس بتاعتنا، أوكي، in terms of binary system، ماشي؟ فإحنا عندنا سيستم مختلف عن الديسيمال سيستم، أقدر أعبر بيه عن انبوت واوتبوت يقدر أي جهاز إلكتروني يستخدمه أو يقدر أي جهاز إلكتروني يفهمه، ماشي؟ وطبعا نقدر نعمل بروسيسنج ونقدر نعمل ستورج. طيب، وقلنا ان الكمبيوتر ساينس الكور بتاعها عباره عن، ممكن نبص لها من البرسبكتيف او من وجهه النظر ان هي بروبلم سولفنج، انت عندك مشكله وبتحاول تحلها، اوكي. فمن ناحيه داخل لك الديفينيشن بتاعت البروبلم، تفاصيل او مواصفات البروبلم دي، ومن الناحيه الثانيه عندك السولوشن اللي انت محتاجه، اوكي. فبروبلم سولفنج، فانت عندك بروبلم ديفينيشن، اوكي، والناحيه الثانيه عندك problems solution، او ممكن نبص له عن ان هو information processing، او ان هو بيعمل problem solving عن طريق information processing، انه بيحول الداتا بتاعتنا اللي هي عباره عن facts unorganized، حقائق ومثلا معلومات بشكل اولي، بشكل مبدئي، بشكل مش مرتب، اوكي، raw unorganized facts، بيحولها information اللي هي عباره عن data in a more meaningful form، خلاص، او زي ما بنقول ساعات data plus meaning، اوكي. فالانبوت للكمبيوتر ساينس عموما، ماشي، عباره عن problem definition او data، والاوتبوت عباره عن problem solution او information. في النص بيحصل نوع من انواع البروسيسنج او problem solving. ده علشان يتم احنا محتاجين ايه؟ يعني ايه اللي هيقدر يحول لي problem definition لسولوشن او الداتا لانفورميشن، اوكي. فكل الكلام ده، الـ problem solving والـ information processing is done via algorithms. اوكي؟ فـ algorithm طبعا ليها definitions كتير، هنتكلم على أكتر من واحد فيهم. أبسط definition ليهم a step by step step by step instructions for solving a problem. فأنت عندك مشكلة وعايز تحل المشكلة دي. اوكي؟ إيه الخطوات اللي بتعملها step by step؟ يعني in a sequence ورا بعض الـ instructions، خلاص، علشان تقدر تحل المشكله دي. فايه الانستراكشنز او الاوامر او الخطوات اللي انت بتعملها، خلاص، in order to solve a problem، ده بنسميه algorithm. طبعا انا بتكلم على algorithm بمفهومه العام، يعني كلمه algorithm على الرغم ان اكتر ناس بتستخدمها هم الماثيماتيشنز، الناس اللي شغاله في الرياضيات، وطبعا الكمبيوتر ساينتستس، اي حد شغال في مجال علوم الحاسب او السوفت وير انجينيرنج، هندسه البرمجيات، اوكي. فاحنا المجموعة اللي بتستخدم كلمة algorithms بشكل يعني دوري أو كل يوم تقريبا، خلاص. however كلمة algorithm عموما كلمة عامة بتنطبق على أي set of instructions to solve a problem، يعني عايز تحل أي مشكلة في الدنيا، ده يعتبر algorithm. الريسيبي أو وصفة الأكل اللي أنت بتمشي عليها، على الوصفة اللي بتمشي عليها عشان تعمل output معين، أكلة معينة مثلا أو طبق معين، algorithm. فانت بتنفذ خطوات محدده بترتيب معين علشان توصل لاوتبوت معين. لو انت عايز تروح من مكان لمكان مثلا، عندك سورس او عندك لوكيشن وعايز تروح لديستنيشن معين، عايز تروح مثلا من المعادي للزمالك، اوكي، ففي خطوات هتعملها، هتركب المترو او الاندرجراوند، مش عارف هتنزل فين، تركب تاكسي او اوبر، تروح فين، فاهم؟ فانت في مجموعه خطوات بتنفذها بترتيب معين عشان توصل للاوتبوت بتاعك او توصل للتارجت بتاعك، الهدف، خلاص. فده بنسميه الجوريثم، ايا كان التطبيق بتاعه، بتلعب لعبه معينه في حبه خطوات لازم تمشي عليها عشان تكسب اللعبه، ايا كان اللعبه اللي بتلعبها، اوكي، ده يعتبر الجوريثم.
خلاص. فالجوريثمز ده مفهوم عام بيتطبق على اي مشكله موجوده، اي خطوات بنطبقها بترتيب معين عشان نحل مشكله معينه او نوصل لهدف معين او نطلع اوتبوت معين، ده اسمه الالجوريثم علشان تحقق الهدف ده. اي الجوريثم لازم يكون ليه اربع بروبرتيز مهمه خلاص. each step كل خطوه من الالجوريثم ده لازم تبقى اكزاكت خلاص. يعني ايه؟ يعني كل خطوه من الخطوات اللي انت كاتبها لازم تبقى واضحه، لازم تبقى unambiguous ما فيهاش غموض، لازم تبقى well defined متعرفها بشكل واضح. ما ينفعش تبقى الخطوات بتاعتك عايمه او يعني الى حد ما مايعه شويه. اوكي اتس نوت acceptable. يعني لازم تبقى الجمل اللي انت بتكتبها او الخطوات الانستراكشنز الاوامر اللي انت بتتكلم عليها لو اكتر من حد قروها او اكتر من حد سمعوها كلهم يفهموا نفس الكونسبت، يفهموا يعني يتكون في دماغهم نفس المنتال ايمج، نفس الصوره الذهنيه. ودي حاجه مهمه لان احنا بنتعامل مع الاخرين او بنوضح الافكار بتاعتنا عن طريق الالجوريثمز دي. فالالجوريثمز عامله زي الكتابه او الكلام، انت بتستخدمه عشان تنقل فكره او معلومه من عندك لحد تاني خلاص. زي ما انا دلوقتي بستخدم الكلام المكتوب وبستخدم الكلام اللي انا بقوله علشان اوصل معلومات في دماغي، منتال ايمج، في صوره ذهنيه في دماغي خلاص. المنتال ايمج دي انا عايز اوصلها ليكو اوكي. فانا بستخدم الكلام وبستخدم الكلام المكتوب والكلام اللي انا بقوله اوكي. فانا لازم ابقى دقيق في استخدامي واستخدم مصطلحات واضحه علشان انقل نفس الصوره ليكو اوكي. لو انا استخدمت كلام مش واضح الصوره اللي هتتكون عندكم ممكن ما تبقاش دقيقه او تختلف من شخص للتاني. اكزامبل زي الاكزامبلز اللي ساعات بديها لكم في اللكتشرز. مثلا لو انا دلوقتي في صوره في دماغي فرضا واستخدمت كلمه مثلا ووتر خلاص، كل واحد في دماغه لما يقرا كلمه ووتر هتتكون منتال ايمج او صوره ذهنيه في دماغه ممكن تكون مختلفه عن التاني. مثلا ممكن حد فيكم مثلا اللي يجي في دماغه مثلا يبقى a glass of water مثلا اوكي. ممكن حد يجي في دماغه مثلا نهر ماشي. لو 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 الصوره اللي في دماغي انا كانت عباره عن droplet عن قطره ميه مثلا اوكي، وانت تكون في دماغك river او glass of water، المشكله فين؟ المشكله في عدم دقه المصطلح اللي انا استخدمته. انا استخدمت مصطلح عام عايم كلنا كل واحد فينا فهمه بشكل مختلف. لو انا كنت قلت a glass of water كان بنسبه كبيره جدا ده الشكل اللي اتكون في دماغنا، لو كنت قلت river كان ده اللي اتكون في دماغنا، لو كنت قلت water droplet او قطره مياه مثلا كان ده اللي اتكون في دماغنا. اوكي؟ فعدم استخدام مصطلحات دقيقه وانت بتوصل وانت بتكوميونيكيت مع الشخص اللي قدامك سواء كان في الكلام المكتوب او في الكلام اللي انت بتقوله او في الالجوريثمز بتاعتك اوكي، بيوصل منتال ايمج غلط للطرف الثاني، وبالتالي كل واحد بيفهم بطريقه مختلفه وبيمبلمنت او بينفذ بطريقه مختلفه. انت سبت مساحه روم فور ايرور كبير خلاص. ده معنى اكزاكت. ان الجوريثم ماست تيرمينيت اوكي، ات ماست برضو بي افكتيف اند جنرال. يعني ايه الثلاثه دول اوكي؟ تيرمينيت يعني انه لازم الالجوريثم يوصل للتارجت بتاعه ويكون ليه اكلير اند، يبقى ليه نهايه واضحه ماشي. ما ينفعش يبقى عندك الجوريثم عباره عن لوبس او حلقات بتدور فيها وما بيوقفش ما بينتهيش خلاص. لازم اي الجوريثم يبقى ليه ستارتنج بوينت بدايه كلير واضحه وان اندنج بوينت نهايه واضحه، وفي النهايه دي يبقى المشكله اتحلت خلاص، يبقى في اوتبوت طلع خلاص. ما ينفعش يبقى عندك الجوريثم في ستيبس قاعده بتلوب او بتلف فور ايفر من غير ما بتطلع لك اي اوتبوت اوكي. فده كده ما بقاش الجوريثم. ات ماست بي افكتيف. يعني ايه افكتيف؟ لازم يديك الكوركت انسر، لازم مش بس يطلع لك اوتبوت، مش لازم مش يترمينيت بس مش يقف وخلاص او يقف ويطلع لك اوتبوت، لا لازم يبقى الاوتبوت اللي طلع ده هو اللي انت عايزه. يعني مثلا انت بتعمل الجوريثم او بتمشي على شويه خطوات عشان تعمل مثلا كوبايه قهوه، ماج اوف كوفي مثلا او انستنت كوفي، ففي خطوات بتمشي عليها خلاص. لو انت نفذت الخطوات اللي انا قلتها لك وفي الاخر بقى معاك مثلا كوبايه هوت شوكليت مثلا او تي، ا كاب اوف تي ماشي، انت نفذت الخطوات وفي الاخر طلع لك اوتبوت، بس بدل ما الاوتبوت اللي انت كنت عايزه اللي هو كوبايه قهوه او فنجان قهوه بقى معاك كوبايه شاي
خلاص ده اوتبوت غير اللي كان المفروض يطلع، فانت نفذت خطوات بس طلعت حاجه غلط. اوكي قلت لك ده الجوريثم عشان يحل مشكله معينه او يحسب لك مثلا يقسم رقمين على بعض، بعد ما تنفذت الخطوات لقيت نفسك انت مش جايب القسم، انت جايب حاصل الضرب. الالجوريثم غلط. اوكي فهو الالجوريثم كان واضح يعني اكزاكت بيترمينيت بيطلع لك اوتبوت بس مش افكتيف، مش بيطلع لك التارجت اللي انت عايزه الكوركت انسر. فهنا بيطلع لك انسر لازم ينتهي ويطلع انسر، هنا لازم يطلع the correct answer. طيب اخر حاجه it must be general. يعني general it must solve every instance of the problem. فمثلا example a program that computes the area of a rectangle within the limits of the programming language مثلا and the machine خلاص لازم يحسب الاريا لكل ال rectangles ماشي. فمثلا لو انا عايز احسب اريا بتاعت ريكتانجل فرضا يعني ممكن نقول ايه، مثلا ممكن نقول مثلا انبوت او هات من اليوزر يعني انبوت مثلا فروم خلاص ذا يوزر ال width خلاص ال العرض، بعد كده انبوت فروم ذا يوزر ال breadth مثلا بتاع الريكتانجل خلاص طول العرض، وبعدين هنقوم قايلين مثلا multiply الاثنين وده بقى الاريا ماشي فرضا. اوكي ما ينفعش تقوم قايل مثلا الاريا اوف ريكتانجل ايكوالز مثلا الاريا اوف ريكتانجل ايكوالز مثلا 2 multiplied by 3، انت كده بتجيب المساحه بتاعت كيس محدده بس. اوكي يعني الريكتانجل طوله 2 في 3، طب لو طوله 5 في 4 لو طوله 7 في 6 ما ينفعش. اوكي فلازم وانت بتكتب الخطوات تبقى خطوات عامه ينفع تكفر كل الاحتمالات الممكنه في السؤال اللي انت بتحاول تجاوب عليه ماشي. مثلا بتكتب الجوريثم مثلا عشان يجيب متوسط درجات طالب مثلا. اوكي فتقوم قايل مثلا نقرا يعني مثلا هات مثلا الطالب مسجل كام ماده، بعد كده اقرا الدرجات اللي الطالب او يعني جمع الدرجات بتاعت الطالب في كل المواد دي، بعد كده اقسم اجمعهم على بعض، بعد كده اقسم المجموع على عدد المواد، وبعد كده بقى عندك المتوسط بتاعت درجات الطالب في المواد بتاعته ماشي. فانت عايز تجيب درجات متوسط درجات الطالب في اكتر من ماده ماشي، فهتشوف طالب مسجل كام ماده، هتشوف درجات الطالب في كل ماده من دول، هتجمع الدرجات على بعض تقسم على العدد بقى عندك المتوسط. اوكي ما ينفعش تقول شوف احمد مسجل كام ماده وبعدين اقرا درجات احمد في المواد اللي هو مسجلها اوكي وبعدين اجمعهم على بعض وهات واقسم على عددهم، فانت كده معاك المتوسط، انت كده معاك متوسط درجات احمد مش متوسط درجات اي طالب، فانت مش بتكفر كل الانستنسز اوف ذا بروبلم، لازم الالجوريثم بتاعك يبقى جنرال. اوكي ف دي البروبرتيز الرئيسية لأي algorithm. It must be exact. كل step it must be exact يعني تبقى precise, unambiguous, well defined. مفيش أي uncertainty, مفيش أي جمود في الكلام اللي أنت بتقوله في الجمل اللي أنت بتقولها. خلاص it must terminate, it must be effective, and it must be general. Okay. More definitions عن algorithms. An algorithm is a procedure يعني مجموعة من مثلا الخطوات عشان تحل مشكلة معينة أو formula. ممكن معادلة لأن إحنا زي ما قلت لك algorithms بتستخدم بقوة mostly used in computer science and mathematics خلاص. ف formula for solving a problem a procedure of formula for solving a problem عشان تحل مشكلة معينة based on conducting a sequence of specified actions. فأنت عندك actions خطوات محددة في sequence بترتيب معين، فأنت لما بتنفذ الخطوات المحددة دي في ترتيب معين هتحل المشكلة بتاعتك. أوكي تعريف اقرب او تعريف بقى يعني ده برضو تعريف عام لانه بيطبق على اي مشكله خلاص، تعريف يعني يناسب اكتر شغلنا ككمبيوتر ساينتستس وماثيماتيشنز وسوفت وير انجينيرز مهندسي برمجيات خلاص. It's a finite sequence of well-defined unambiguous computer implementable instructions to solve a class of problems or perform a computation. فانت عندك class of problems يعني نوع معين من المشاكل او حسابات معينه انت عايز تعملها. اوكي حاجه انت عايز تحسبها computation او نوع معين من الـ من الـ من البروبلمز. اوكي فانت محتاج ايه؟ محتاج instructions اوامر، الاوامر دي تبقى computer implementable يعني ينفع يعملها implementation عن طريق الكمبيوتر، ينفع الكمبيوتر ينفذها لان في اوامر ممكن الكمبيوتر ما ينفعش ينفذها.
اوكي، فانا بتكلم على حاجه within قدرات او في يعني في اطار قدرات اي جهاز كمبيوتر. اوكي، فكمبيوتر implementable instructions. الانستراكشنز دي لازم تبقى well defined، محدده، ان ambiguous، ما فيهاش غموض. اوكي، تبقى في sequence، يعني يبقى ترتيبها واضح، اعمل ايه قبل ايه. ولو في حاجات ما فيهاش ترتيب يبقى واضح عندي ان انا ممكن اعملها in parallel مع بعض، وفي اكتر من خطوه ممكن امشيهم على التوازي جنب بعض، مفيش مشكله، بس يبقى واضح الكلام ده في الخطوات اللي انا بنفذها. وتبقى finite، يبقى ليها بدايه ونهايه. اوكي، مش الانستراكشنز دي تبقى الى ما لا نهايه، لا خلاص. ف a finite sequence of well defined unambiguous computer implementable instructions to solve a class of problems or to perform a computation. ده يعني definition precise قوي او واضح قوي للالجوريثمز from the perspective او من وجهه نظر السوفت وير انجينيرز، كمبيوتر ساينتستس اند ماثيماتيشنز. اوكي، طبعا احنا كلنا عارفين انه الالجوريثمز موجوده من الاف السنين، بس طبعا كانت حاجات يعني بسيطه قوي، زي مثلا ازاي تقسم رقمين اند سو اون. ده اللي كان موجود ايام الانشنت ايجيبشنز، المصريين القدماء، والجريكس، اليونانيين اند سو اون. بس وظهرت بعد كده اكزامبلز مختلفه الالجوريثمز معقده الى حد ما، زي مثلا الكندي مثلا في القرن التاسع كان بيكتب، هو بوليماث يعني كان عالم في اكتر من مجال، كان فيلسوف طبعا مشهور جدا وعالم رياضيات وكده. الكندي كان بيكتب الجوريثمز عشان يقدر يفك الشفرات، طبعا الشفرات اللي كانت موجوده ساعتها، يعمل كود بريكنج للحاجات موجوده في الفتره دي. بس كلمه الجوريثم نفسها والشخص اللي احنا بنعتبره هو الجاد فاذر اوف الجوريثمز، زي ما هو الجاد فاذر اوف الجبرا، علم الجبر، هو محمد بن موسى الخوارزمي، اللي برضه كان عايش في القرن التاسع، وهو برضه بوليماث يعني عالم في اكتر من مجال، فكان بيكتب في الماثيماتكس، الرياضيات، والفلك، والجغرافيا، وحاجات تانية كتير. وهو المؤسس بتاع علم الجبر، فاوندر اوف الجبرا. اوكي، ومن هنا جه اسم الجبرا، الجبر، خلاص، اللي هو معناه ريجويننج او انك يعني بتجبر حاجه مع بعض. وفي كتابه الكتاب المختصر في علم الجبر والمقابله تقريبا، لو انا فاكر الاسم صح، كتب اول الجوريثمز واضحه، طبعا الى حد ما يعني complicated شويه، عشان يسولف اللينير ايكويشنز والكوادراتيك ايكويشنز، المعادلات الخطيه والمعادلات التربيعيه. اوكي، لما كتب الكتب بتاعته في الجبر، فده يعتبر الاساس بتاع الالجوريثمز اوكي بمفهومها الحالي، علشان كده الاسم نفسه مشتق من الخوارزمي، اللي هو اللاست نيم بتاعه او النسبه بتاعته. فالخوارزمي بقت الجوريثمي باللاتيني، وبعد كده بقت الجوريثمز بالانجلش. اوكي، طيب تعالوا نشوف اكزامبل. تصور ان انت يعني اكزامبل على الالجوريثم، تصور ان انت عايز تسيرش فور فون نمبر، عايز تدور على رقم تليفون لصديق ليك اسمه مايك سميث، خلاص، ان فون بوك، في كتاب الفون بوك اللي هو زي اليالو بيجز، الكتاب اللي فيه ارقام التليفونات. اوكي، انا طبعا بتكلم على الكتاب، يعني بتكلم على الكتاب الورقي، مش على الفون بوك اللي موجود في الموبايلز بتاعتنا. اوكي، فهنسيرش باللاست نيم، هنسيرش باللاست نيم اللي هو سميث، سميث اللي هو حرف الاس. انا دلوقتي بدور على مايك سميث اللي هو في الغالب هيبقى موجود في حرف الاس. انا عارف ان الكتاب مترتب يعني بالترتيب الابجدي، فحرف الاس عاده هيكون في الاخر. هاويفر انا ما عنديش فهرس، فانا مش عارف حرف الاس في اي صفحه بالظبط. فانا تحت ايدي كتاب، انا عارف الاسماء فيه مترتبه بترتيب ابجدي، بس انا مش عارف حرف الاس ده مثلا في صفحه رقم 800 او 900، لو كتاب 1000 صفحه مثلا. I have no idea what might be the step by step instructions to solve this problem. المفروض اعمل ايه عشان احل المشكله دي؟ اوكي، في مجموعه كبيره جدا، دايما لما كنت بسال السؤال زي ده كان بيجي لي ردود كتير. اول رد كان بيجي كان بيبقى مثلا لان انا مش عارف، معيش فهرس، ومش عارف سميث حرف الاس هلاقيه فين بالظبط. فانت ممكن تبدا من اول الكتاب وتبدا تقلب صفحه صفحه. اوكي، طبعا لو فرضنا ان مثلا الكتاب بتاعنا فرضا يعني 1000 صفحه، خلاص، يعني عندك 1000 بيجز، وانه حرف الاس مثلا او كلمه او اسم سميث شخصيا لو موجود في صفحه رقم مثلا 800، يبقى انت محتاج تقلب كم مره؟ كم صفحه؟ 800. You have to flip 800 times to flip the pages، تقلب الصفحات 800 مره عشان توصل لده. اوكي، طيب لو كتاب بدل ما هو 1000 بقى 2000
وبالتالي مثلا حرف الاس فرضا يعني هيبقى موجود في الصفحه رقم مثلا 1600. يبقى انت محتاج تقلب كام صفحه عشان توصل لحرف الاس او توصل لاسم سميث؟ 1600 مره. اوكي، فده ده اكزامبل على الالجوريثم، انك مثلا تمسك الكتاب تقلب صفحه 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 لحد ما تلاقي سميث. فالالجوريثم واضح افكتيف، هيوصلك لسميث بيترمينيت لنهايه. اوكي، وطبعا جنرال، لان انا مش انا هنا مش بدور على اي اسم، انا بدور على سميث تحديدا. اوكي، فالالجوريثم فاليد، بس ايه مشكلته؟ مشكلته ان هو مش افكتيف، سوري مش افيشنت، كفاءته ضعيفه. يعني علشان توصل لاسم واحد محتاج تعمل 800 خطوه، ولما عدد الداتا، لما حجم الداتا اللي عندك بيزيد، بدل ما عندك 1000 صفحه بقوا 2000، اوكي، الخطوات بتاعتك بتتضاعف برضو، بدل ما هي 800 بقت 1600، which is too much. طيب ايه اللي ممكن نعمله عشان نقلل الخطوات شويه؟ ممكن بدل ما نقلب صفحه صفحه نقلب صفحتين صفحتين. اوكي، فمثلا لو انا هقلب صفحه صفحه، فرضا ان الكتاب مثلا 1024، اوكي، قلبت صفحه بقى 1023، قلبت صفحه بقى 1022، 1021، 1020، فانت كل مره بيتبقى لك، اوكي، ده اللي بيتبقى، وتفضل تعمل الكلام ده لحد ما تلاقي سميث. لو عدد الصفحات اتضاعف، عدد الخطوات بتاعك هيتضاعف. طيب ممكن ايه تاني نعمله؟ ممكن نقلب صفحتين صفحتين عشان نوفر شويه وقت. فمثلا لو انت بادئ ب 1024 صفحه، فاول خطوه تقوم قلب ورقتين بقى معاك 1022، بعدين تقلب ورقتين كمان بقى معاك 1020، بعدين تقلب صفحتين كمان 1018، 1016، 1014، زي ما انتم شايفين. اوكي، فلو انت عندك مثلا 1024 صفحه وانت محتاج تعدي على الكتاب كله كده، بدل ما انت كنت في الالجوريثم الاولاني محتاج 1024 خطوه، دلوقتي بقيت محتاج نصهم، اوكي، 512 بس خطوه، اوكي، عشان تعدي على الكتاب كله فرضا يعني. طيب ايه اللي ممكن يكون احسن من كده؟ ماشي، اللي ممكن يكون احسن من كده، خلاص، ده بقى a more efficient algorithm، algorithm ده كفاءه احسن. اوكي، ان انت you would open خلاص the phone book to the middle، هتقوم فتح الكتاب على نصه، وبعدين هتقرر اذا كان مايك سميث حرف الاس، خلاص احنا بنسيرش على سميث اللاست نيم، خلاص، فمايك سميث هيبقى موجود في اللفت هاف ولا في رايت هاف، هيبقى موجود قبل كده في الكتاب ولا بعد كده؟ ماشي، لان هو بالترتيب، لو موجود مثلا بعد كده يبقى النص الاولاني هيترمي، وبعدين هتقوم فاتح على نص الجزء الثاني اللي اتبقى لك، وتشوف سميث موجود قبل كده ولا بعد كده. لو قبل كده هترمي الجزء اللي على اليمين، لو بعد كده هترمي الجزء، لو سوري، لو قبل كده هترمي الجزء اللي على اليمين، لو بعد كده هترمي الجزء اللي على الشمال فرضا. اوكي، وتبدا تكرر العمليه دي اكتر من مره، فانت بقى عندك كده ايه، لوب، لحد ما تلاقي الصفحة اللي اسم سميث عليها. ففرضا أنا عايز أعدي على الكتاب كله، على 1024 صفحة كلهم. فلو بدأنا ب 1024 صفحة وفتحنا على النص وشفنا سميث موجود في أي نص فيهم، ورميت النص اللي هو مش موجود فيه اسمه، اتبقى لك كام؟ 512 صفحة. هنقوم فاتحين على نص ال 512 ونشوف سميث في أي نص، ونرمي النص اللي هو مش موجود فيه، اتبقى لك 256. هنقعد نكرر العملية دي، هتفتح لنص 256، هتشوف سميث في انهي جزء، الاولاني ولا الثاني؟ لو في الاولاني ترمي الثاني، لو في الثاني ترمي الاولاني، انت كده برضو رميت نص 256، فتبقى لك 128، 64، 32، 16، 8، 4. اوكي، فعشان نعدي على ال 1024 صفحه خدنا كام خطوه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 خطوات بس عشان تعدي على الكتاب كله. بينما الالجوريثم اللي فات اللي قبل ده على طول كنت محتاج 512 خطوة لأنك بتعدي على صفحتين صفحتين، والألجوريثم اللي قبله كنت محتاج 1024 خطوة لأنك هتعدي على كتاب صفحة صفحة، فرضا يعني أنك هتعدي على الكتاب كله لحد آخره يعني. أوكي؟ فعلى الرغم من الثلاث ألجوريثمز بتوعنا إفكتيف، يعني هيوصلون الاسم سميث لو كان موجود، بيترمينيتو يعني ليهم نهاية، أوكي؟ بريسايز، الخطوات اللي بننفذها واضحة، إلا إن مش كلهم ليهم نفس الإفشنسي، مش كلهم ليهم نفس الكفاءة، وهي دي النقطة المهمة اللي احنا عايزين نركز عليها. ده اسمه الكومبلكسيتي بتاعت الالجوريثم، الالجوريثم قد ايه هو كومبليكيتد، قد ايه بيحتاج ريسورسز، قد ايه بيحتاج مجهود، قد ايه بيحتاج، طبعا لو هترجم الكلام ده للكمبيوتر، قد ايه بيحتاج وقت بروسيسنج، قد ايه بيحتاج ميموري، مساحة في الميموري، في الذاكرة بتاعت الكمبيوتر عشان يشتغل. انا محتاج اقلل الكلام ده كله، يعني مش عشان اعمل حاجة استخدم ريسورسز كتير جدا، احنا ما عندناش كمية الريسورسز دي كلها، فانت محتاج تقلل على قد ما تقدر الخطوات المطلوبة والميموري المطلوب والبروسيسنج المطلوب.
فبتقلل الكومبلكسيتي بتاعت الالجوريثم بتاعك. فانت مش بس لازم تفكر في الالجوريثم بتاعك انه بيجيب لك الاوتبوت اللي انت عايزه، لا، يجيب لك الاوتبوت اللي انت عايزه باقل كومبلكسيتي ممكنه، باقل ريسورسز، باقل خطوات. اوكي. وحاجه تانية لازم تفكر انه لو الداتا كبرت الالجوريثم هيسكيل ازاي. ماشي. يعني مثلا لو مسكنا الالجوريثم الاخير ده، اول نمسك تاني معلش اول الالجوريثم، لو انت عندك فرضا 1000 صفحه هتحتاج، وانت محتاج توصل للصفحه الاخيره هتحتاج 1000 خطوه، خلاص 1000 ستيبس. طيب لو انت ال1000 بقى و2000 الالجوريثم الاولاني، برضو كل ده في الالجوريثم الاولاني، خلاص هيبقى عدد الخطوات برضو كام؟ 2000، فالخطوات بتتضاعف. الالجوريثم الثاني لو انت عندك 1000 صفحه ومحتاج تعدي عليهم كلهم، فانت محتاج 500 ستيبس، النص، لو عدد الخطوات، لو عدد الداتا بتاعتك او الصفحات اتضاعفت في الكتاب هتحتاج ضعف عدد الخطوات برضو ستيبس، بس ستيل ضعف عدد الخطوات هنا نص اللي مطلوب هنا. الالجوريثم الثالث بقى، اوكي، احنا شفنا لو انت عندك 1000 او يعني 1024 تحديدا احتاجت كام خطوه؟ 10. اوكي. لو انت احتاج، لو انت اتضعفه بقى 2048 هتحتاج كام خطوه؟ في ناس كتير بتغلط وتقول 20، مش الضعف، انت محتاج 11 ستيبس بس. اوكي. ليه 11 ستيبس؟ لان انت ال 1024 احتاجوهم زي ما انت شفت 10 خطوات، لو انت عندك 2048 هنا هتوصل لدي في قد ايه؟ في خطوه واحده بس، لانك انت عندك 2048 صفحه، 2000 سوري 2048 صفحه، الضعف. اوكي. في ستيب واحده هتقوم فاتح كتاب من نصه. فلو سميث في ال 1024 صفحه اللي في الاول هترمي ال 1024 صفحه التانيين، لو هو في التانيين هترمي الاولانيين، فانت خلصت من نص الكتاب في خطوه واحده. فلما عدد الصفحات اتضاعف عدد الخطوات زاد خطوه. اوكي. لو انا ضاعفت عدد الصفحات دول، يعني لو كتبت كده 4096، يعني ضاعفت عدد الداتا الاولانيه بتاعتك اربع مرات، هتحتاج كام خطوه زياده؟ خطوتين. خطوة هتوصلك ل 2048، وخطوة تانية من 2048 توصلك ل 1024، بعدين عندك ال 10 خطوات اهم. فضاعفت الداتا بتاعتك عدد الصفحات اللي في الكتاب أربع مرات، والستبس بتاعتك زادت من 10 ل 12. فالالجوريثم ده افيشنت جدا مع حجم الداتا اللي بيكبر، على عكس اوكي الالجوريثمز التانية الأولانية. خلاص. فتاني زي ما قلت، أنت عندك مثلا أي عدد من الورق، خلاص عندك مثلا 4096، هتقوم عامل ايه؟ ماسكه من النص. سميث فين؟ سميث هنا، ماشي، الغي ده كله، فخلصت من 2048 صفحه، هتقوم ماسك دي تفتحها من النص. سميث فين؟ هنا ولا هنا؟ هنا، الغي دي، فخلصت من، خلاص انت هنا اتبقى لك 2048، هنا اتبقى لك 1024، كده بقى معاك كام؟ 1024 صفحه. سميث فين؟ هنا، افتح من النص، هو هنا، وهنا ولا هنا؟ هنا، خلاص الغي دي، يبقى لك 512 صفحه، افتح ادي 512 صفحه. سميث فين؟ هنا مثلا، خلاص افتح من نص الكتاب. سميث هنا ولا هنا؟ هنا، الغي دي، يبقى لك 128 صفحه. اوكي. ونفضل نكرر العمليه دي، او سوري يبقى لك 256 صفحه، نفضل نكرر العمليه دي فرضا يعني. فادي الالجوريثم بتاعنا، اتس ا فيري افيشنت وان. لما نيجي نعمل له بلوت، لما نيجي نعمل له بلوتنج خلاص عشان نشوف الافيشنسي شكلها عامل ازاي، فلو ده حجم البروبلم، ده حجم الداتا اللي عندك، خلاص، ودي التايم تو سولف، الوقت اللي انت بتحتاجه او الخطوات اللي انت بتحتاجها عشان تحل. فلو ده كده الالجوريثم الاولاني، لما حجم البروبلم بيكبر الوقت بيزيد معاك طبعا لينيرلي زي ما شايفين، بس بسلوب عالي قوي، خلاص يعني بيزيد لينيرلي، ماشي، وزي ما شايفين عامل ازاي. خلاص. طيب هنا السلوب اقل، less steep، لان انت الالجوريثم الثاني انت محتاج نص ريسورسز بتاعت الالجوريثم الاولاني. فده الالجوريثم الاولاني انك بتقلب صفحه صفحه، ده الالجوريثم الثاني بتقلب صفحتين صفحتين. فمثلا لو انت عندك فرضا 10 pages، اوكي، الالجوريثم الثاني هياخد كام؟ 5 steps، ماشي. لو انت عندك نفس ال 10 pages الالجوريثم الاولاني هياخد كام؟ 10 steps، هنا هياخد 5، ده لو انت عندك 10 pages. اوكي. طيب لو انت بقى شفت الالجوريثم الثالث، ده الالجوريثم الثالث،
شايفين اللي بيحصل لما حجم البروبلم بيكبر؟ ما بتزيدش الوقت بتاعك مش بيزيد لينيرلي. اوكي؟ فانت لو ضعفت زي ما شفنا ضعفنا عدد الداتا بتاعتنا اربع مرات خلاص؟ والخطوات بتاعت الالجوريثم بتزيد واحده، كل ما بتضاعف الداتا بتزيد ستيب، كل ما بتضاعف الداتا بتزيد ستيب واحده بس، خطوه واحده بس. It's very efficient. خلاص؟ طيب. Finally سؤال دايما بيجي الالجوريثمز المتطوره اللي موجوده حوالينا، موجوده في ابلكيشنز كتير حوالينا. خلاص ده يعتبر ايه بالظبط؟ اوكي ده ممكن اعتبر ان هو يعني طبعا في الجوريثمز متطوره مش او الجوريثمز متقدمه قوي مش تندرج تحت الاي اي، بس معظم الالجوريثمز الانتليجنت قوي اللي بتتصرف بتصرفات اقرب للبني ادمين اوكي بتندرج تحت الاي اي الذكاء الاصطناعي. طبعا ده سب فيلد جوه كمبيوتر ساينس هتدرسوه بالتفصيل ان شاء الله لما يعني في المستقبل اوكي لما تمشوا شويه في الاريا دي. فالذكاء الاصطناعي ممكن نعرفه على ان هو the exciting new effort to make computers think، انك بتخلي الكمبيوترز تفكر، او machines with minds، يبقى عندك machines ليها عقول مثلا، او the art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people. فلو انت عندك functions او حاجات معينه بتحتاج ذكاء، يعني مثلا لعبه معينه انك تلعب شطرنج مثلا، ده بيحتاج ذكاء لما الhuman beings بيعملوه when performed by people. كيف انك تعمل ماشين تقدر تنفذ الكلام ده، يبقى انت عندك انتليجنت ماشين او عندك اي اي، عندك ذكاء اصطناعي. اوكي او ذا ستادي اوف ذا كومبيوتيشنز ذات ميك ات بوسيبل تو بريسيف ريزن اكت. اوكي دي كانت صفات او مش صفات يعني ممكن نقول كابابيلتيز خلاص قدرات عند اي انسان او عند اي حيوان ماشي، انك تبريسيف انك تشوف البيئه بتاعتك ايه الاوبجكتس اللي فيها، تفهم البيئه اللي حواليك. انا شايف قدامي مكتب، انا شايف قدامي لابتوب، انا ماسك قلم، تبقى فاهم ايه الاوبجكتس اللي حواليك، الانفايرمنت، البيئه اللي حواليك شكلها عامل ازاي، تريزن يعني تقدر تفكر وتستنتج وتشوف قرارات انت عايز تعملها، وتاكت تنفذ القرارات دي في البيئه اللي حواليك، انك تتكلم، انك تتحرك، انك تنقل حاجه من مكان لمكان. فدي كانت كلها كابابيلتيز او قدرات الانسان والحيوان بيقدروا يعملوها، انك تقدر تعمل الحاجات دي عن طريق حسابات، عن طريق برامج. اوكي يبقى انت عملت ايه؟ AI. خلاص فمعظم الانتليجنت الجوريثمز اللي حوالينا ممكن نحطها تحت الكاتيجوري ده اللي هو ارتفيشال انتليجنس. اوكي طبعا الالجوريثمز عموما لوحدها هي برضو سب فيلد جوه كمبيوتر ساينس، بس طبعا انتم محتاجين تفهموا اكتر يعني بروجرامنج، وتحلوا اكتر تبداوا تحلوا بروبلمز، تسولفوا بروبلمز اشكال مختلفه، وبعدين هتبداوا يعني ممكن تقروا اكتر او تدرسوا اكتر ماده زي الالجوريثمز. ففي الالجوريثم بيتكتب فيها كتب لان هي سب فيلد قائم بذاته جوه الكمبيوتر ساينس زي الاي اي. الالجوريثمز بتتكلم عموما عن ايه الالجوريثمز المختلفه لحل مشاكل معينه، وازاي نقيس الكومبلكسيتي بقى بطرق ستاندرد، يعني مثلا في حاجه اسمها البيج او والسمول او والاوميجا، في طرق مختلفه بنقيس بيها الكومبلكسيتي بتاعت الالجوريثمز. هتقدروا تدرسوها اكتر او تعرفوا عنها معلومات اكتر في لما تقروا كتب عن الالجوريثمز. وطبعا الفيري ادفانس الجوريثمز اللي بتيميتيت او بتقلد الذكاء بتاع الهيومن بينجز تندرج تحت الاي اي خلاص، او الذكاء الاصطناعي. ودي امثله كتير جدا لانتليجنت سيستمز موجوده في حياتنا خلاص، زي مثلا في الديجيتال كاميراز هتلاقي مثلا القدره بتاعه الكاميرا او بتاعه السوفت وير ان هي ديتكت الفيسز او تتعرف على الفيسز او الوجوه موجوده فين وتريكوجنايز صاحب الفيس دي. بنشوف الكلام ده حتى مثلا على فيسبوك لما بتابلود صوره بتلاقي اوتوماتيكلي علم لك على الفيسز اللي موجوده، ده اسمه فيس ديتكشن. وبعد كده بيريكوجنايز يقول لك تحب التاج فلان، تحب دي صوره فلان، فبيتعرف على الشخص صاحب الصوره، ده اسمه فيس ريكوجنيشن. اوكي انك تتعرف على الايج والجندر واللوكيشن فروم ويب سيرفنج، فانت مش لازم تكتب معلوماتك، مش لازم تقول انت سنك كام او انت ميل ولا فيميل او انت جاي منين او انت اللوكيشن كرنتلي بتاعك فين. اوكي صراحه على الانترنت لا، انت ممكن من السيرفنج، من الويب سيرفنج، من من الصفحات اللي بتحبها، من اصحابك، من البيجز اللي بتدخل عليها، من اللايكس اللي بتعملها، في الجوريثمز متطوره تقدر تحدد انت ميل ولا فيميل بنسبه كويسه جدا، اللوكيشن بتاعك فين بالظبط، والايج جروب بتاعك ايه، انت مثلا من 20 ل 25، انت من 25 ل 30، انت سنك كام بالظبط. في الكاستمر سيرفيس في عندنا سيستمز بتعمل اوتوماتيك فويس ريكوجنيشن، بتتعرف على بصمه الصوت، الشخص اللي بيتكلم ده مين، او سبيتش ريكوجنيشن يعني بتقدر تفهم الكلام المحكي زي البيرسونال اسيستنتس اللي عندنا على الموبايل، كورتانا، اليكسا،
سيري، اوكي، كلهم بيعملوا سبيتش ريكوجنيشن. لما بتكلمهم بتديهم يعني بتتكلم معاهم بصوتك، بيقسموا الصوت اللي انت قلته ده لجمل، وكل جمل لكلمات، وبيحددوا الكلمات المهمه وبيجاوبوا عليك. ده اسمه سبيتش ريكوجنيشن. لانجويج ريكوجنيشن، انك تريكوجنايز اللانجوجز. ده بيستخدم في الكاستمر سيرفيس في البلاد المالتي لينجوال، يعني لو عندك بلد فيها اكتر مثلا من لغه رسميه مثلا، اوكي، كندا مثلا فيها لغتين، سويسرا فيها اربعه، فانت محتاج انك لما تكلم الكاستمر سيرفيس اوتوماتيكلي يتحدد اللانجوج اللي انت بتتكلمها ويدايركت الشخص للشخص اللي بيتكلم اللغه بتاعته. ده اسمه اوتوماتيك لانجوج ريكوجنيشن، فده برضو يعتبر واحد من الابلكيشنز. خلاص، في الكمبيوتر جيمز كل الانتليجنت كاركترز والافاتارز والايجنتس اللي احنا بنلعب بيها، اوكي، برضو ان اكزامبل اوف ان انتليجنت سيستم. اوكي، انك تعمل ديتكشن لمرض معين، اوكي، احنا بنتكلم على الابلكيشنز في الهوسبيتالز، في المستشفيات والميديكال سنترز، انك تعمل جريدنج لمرض، يعني تقول مثلا الشخص عنده كانسر بجريد معين 0 1 2 3 4 مثلا، اوكي، طبعا 4 ده اللي هو التيرمينال كيس او حاله يعني ميؤوس منها مثلا. انك تعمل اوتوماتيك بريدكشن، تتوقع ان المرض ده هيجي. خلاص، وفي ابلكيشنز كتير اكيورسيز عاليه في اريا زي دي. خلاص، يعني مثلا في سيستمز كارنتلي بيديتكت البريست كانسر، البريست كانسر او سرطان الثدي اب تو 4 او 5 ييرز قبل ما يجي اصلا من الماموجرام او من صور الاشعه بتاعت البريست، وباكيورسي عاليه جدا. فمش بس ان المرض موجود، لانه متوقع ان المرض دي يجي بعد 4 او 5 سنين. اوكي، ماس سكريننج سيستمز، سيستمز بتعمل سكريننج للماسز او لاعداد ضخمه من الناس. لو انت عندك الانفراستراكشر قليله، عندك مستشفيات قليله ما فيهاش امكانيات، الاطباء قليلين، وعندك مرضى كتار في مكان معزول مثلا، او عندك بانديميك جائحه، خلاص، مثلا ازاي تقدر تكشف على عدد كبير من المرضى، برضو يندرج تحت الانتليجنت سيستمز. اوكي، ازاي تريكوجنايز الادريسز اوتوماتيكلي وتسورت الميل اوتوماتيكلي في البوست اوفيس، في مكاتب البريد، تتعرف على العناوين المكتوبه او تسور، وبالتالي تسورت الميل، البريد كل او البارسلز، الطرود كل واحده تروح فين بالظبط. تقرا التشيك، المعلومات اللي على الشيكات بشكل اوتوماتيك، بدل ما يبقى في موظف قاعد بيقرا التشيك بتاعك في البنوك، اوكي، يبقى في مثلا حاجه زي الماشين زي اي تي ام بتحط فيها التشيك بتطلع لك الكاش. خلاص، ده يعتبر ان انتليجنت سيستم. تفيريفاي سيجنتشر، تتعرف على الامضاءات، برضو انتليجنت سيستم في بنوك. لون ابلكيشن كلاسيفيكيشن اوتوماتيكلي، برضو انتليجنت سيستم في البنوك. اوكي، انك بدل وانت بتاخد قرض، بدل ما يبقى في موظف قاعد بيدرس الحاله بتاعتك، انت بتشتغل ايه واملاكك وساكن فين اند سو اون، وانت محتاج القرض ده ليه، عشان يحدد اذا كنت هتعرف تسدد ولا لا، فبالتالي هيديك القرض او لا. ده بدل ما كان في موظف بيعمله، بقى في ابلكيشن بيعمله بناء على الداتا دي، يقدر يحدد اذا كان القرض هيتوافق عليه او لا. فدي كلها different examples of advanced algorithms او intelligent algorithms. اوكي، بس اللي احنا الستبس اللي احنا قلناها دي بقى، خلاص، الافكار اللي احنا فكرنا فيها علشان نقدر نعمل لها representation، usually بنستخدم طريقتين، وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في السكشن اللي جاي 2.3، either عن طريق السودو كود او الفلو تشارتس. اوكي، دول الكومنلي يوز تولز تو ريبريزنت الجوريزمز. اوكي، ف ذاتس ات فور توداي. دي مجموعه من الاكسرسايزز اللي بتكفر الكونسبتس الرئيسيه اللي احنا اتكلمنا عليها. فمثلا ديفاين ان الجوريثم، ديفاين ان الجوريثمز كومبلكسيتي، يعني ايه الكومبلكسيتي بتاعت الالجوريثم، ايه الاسينشال بروبرتيز اوف ان الجوريثم، الاربعه اللي احنا اتكلمنا عليهم. خلاص، وديفاين الكونسبت اوف اي اي، ومنشن some of its applications. ماشي، طيب، ودي مجموعه من الاديشنال ريسورسز اللي بتتكلم على التوبكس اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده. فعندكم مجموعه من الفيديوز بتتكلم على الالجوريثمز والكومبلكسيتي بتاعتها. ماشي، الاوريجن اوف اكس اللي احنا بنستخدمها كانون في معظم الالجوريثمز اللي احنا بنكتبها. خلاص، واول فيديو ده فيفي لي، بروفيسور في ستانفورد. الفيديو طويل شويه، تقريبا نص ساعه، بس هي بتشرح لكم طبعا بشكل مبسط جدا بدون دخول في تفاصيل ازاي بنستخدم الالجوريثمز علشان نقدر نعمل اوبجكت ديتكشن، ازاي اتعرف على الاوبجكتس عن طريق الالجوريثمز متطوره اللي هي تندرج تحت الاي اي والماشين ليرنينج. اوكي، فبتفهمكم التوبكس اوف اي اي، كمبيوتر فيجن، ماشين ليرنينج بشكل مبسط جدا. خلاص،
بس فأتمنى انكم تكونوا فهمتوا اللي احنا قلناه، واشوفكم ان شاء الله في سكشن 2.3 اللي هنتكلم فيه على السودو كود والفلو تشارتس. اوكي، شكرا، مع السلامة.